وانا اتواصل مع حضرتك. في كل مكان في مصر هتلاقي مبادرة حياة كريمة موجودة لتلبية احتياجات كل المواطنين، وفي شارع مؤسسة الزكاة التابع لحي المرج شفنا عربية من عربياتها موجودة لتنفيذ مبادرة توزيع اللحوم بأسعار مخفضة وبجودة عالية للمواطن المستفيد. النهاردة مؤسسة حياة كريمة بتضخ بأعداد مهولة جداً فعلى مستوى المحافظات ومنها محافظة القاهرة. طبعاً جودة اللحوم متربية في مزارعنا، فاللحوم بأفضل جودة ممكنة. بالنسبة للأسعار فهي أقل من 50% بالنسبة للمحلات والبيع وكده. مبادرة حياة كريمة قدرت توفر سعر اللحمة بخصم أكتر من 50% لسعر الكيلو الواحد، فرق شاسع بينها وبين أسعارها في الخارج، جعلت الإقبال مكثف وكبير على شرائها والاستفادة من تخفيضها. بحيي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن المبادرة دي مبادرة مهمة جدا للتخفيف عن أعباء المواطنين عن كاهل الشعب المصري. سعر اللحمة البلدي برة ب 350 و 450 يكون 185، يبقى دي حاجة دعم من الدولة للدخل البسيط، حاجة مضمونة اللي مكتوب عليها التكييف بتاعها وتاريخ صلاحيتها وتاريخ إنتاجها. سعر الكيلو اللحمة ب 185 جنيه وده سعره كويس بالنسبة للأسعار اللي موجودة دلوقتي. لازالت مبادرة حياة كريمة بتثبت للمواطن مدى استمراريتها في حركة الدعم بمختلف أشكاله، منها مبادرة توزيع اللحوم اللي كانت خطوة من خطواتها الإيجابية واللي تم تنفيذها مراعاة لحالة المواطن في مناحي الحياة المعيشية. في كل مكان المبادرة مبادرة حياة كريمة، وفي كل المحافظات شفنا المرج من شوية، الجيزة برضو فيها منافس كتيرة جدا، والمبادرات دي بتبقى فكرتها انه الحكاية والأسعار بتبقى أرخص، في نفس الوقت هم حريصين على انه الجودة تبقى أفضل. هتفرق في السعر، بتفرق كتير، واعتقد انه اقبال الناس على مؤسسة حركة كريمة وعلى هذه المبادرة ده لأن هم وثقوا في ما يقدم لي انه هو أسعار أقل، وفي نفس الوقت بتحاول المجتمع المدني من خلال الدولة المصرية إن هي تخفف الأعباء بتاعة الحياة المعيشية على المواطنين. وسيم كان ليها أيضا نصيب من حياة كريمة، تعالوا نشوف التقرير. من وقت للتاني وكعادتها بتقدم مؤسسة حياة كريمة مبادرات مختلفة واللي أكيد بتفرق كتير في حياة أهالينا، وعشان كده قدمت المبادرة في كل المحافظات ومنها مركز أوسيم في الجيزة منافذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار تناسب الجميع. الإقبال الحمد لله تمام، والدنيا ناس مبسوطة بتخفيف الأعباء دي، والأسعار الحمد لله بتبدأ عندنا من 185 كيلو للحوم البلدي البقري. مبادرة اللحوم المدعمة تخفيفا على أهالينا، وزي ما حضراتكم شايفين فرحة الأهالي وسعادتها، اللحمة بجودة عالية جدا، وده تنفيذ المبادرات التنموية لحياة كريمة. ومن خلال المنافذ المنتشرة في كل مكان وفرت المؤسسة كميات ضخمة من اللحوم البلدية اللي جودتها عالية وكمان بأسعار في متناول الجميع، وعشان كده الإقبال كان كبير من الأهالي اللي كانوا في غاية السعادة من المبادرة. بنشكر مبادرة مؤسسة حياة كريمة، يعني احنا الناس دي تعاملت بصراحة يعني تخفيض أسعار جامد وبتحاول تساعد الناس. أسعار اللحوم عاملة 300 جنيه و350 و400 جنيه، النهاردة منزلينها ب 185 جنيه، فاحنا نشكر الناس دي. جيت خدت مرة وجيت خدت تاني، وفي ناس قلت لهم وانا جاي قالوا السعر كده ممتاز، اللحمة حلوة وكل حاجة حلوة والأسعار 185 طبعا حاجة كويسة في ظل ارتفاع الأسعار اللي احنا بنشوفه. مبادرة فتح منافذ بيع اللحوم اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة بأسعار مخفضة مجرد خطوة من ضمن خطوات عديدة بتحرص عليها القيادة السياسية عشان تخفف العبء عن أهالينا وتوفر حياة كريمة ليهم.